الآن من واشنطن تنضم إلينا مارا كورنفيلد، المديرة التنفيذية للجنة القومية الأمريكية للأونروا. سيدة كورنفيلد، مرحبا بك. أسألك بداية، لجنتكم اللجنة القومية الأمريكية للأونروا، طبيعتها، علاقتها بالأونروا، ما الدور الذي تقومون به في إسناد عمل الأونروا في غزة بالتحديد؟ شكرا. إن لجنتنا الأونروا يو اس اي هي لجنة مستقلة، منظمة مستقلة في الولايات المتحدة، ومهمتنا تكمن في زيادة التوعية حيال كارثة أو مأساة اللاجئين الفلسطينيين. ومن المهم والدعم الأساسي المطلوب لا سيما في هذا الوضع المتردي للغاية الذي نشهده جميعا في غزة اليوم. إذا نحن نساعد الشعب الأمريكي على فهم وإدراك ما يقاسيه الشعب الفلسطيني في غزة، ونساعدهم على فهم كيفية مساعدة أو إيصال المساعدات الأساسية لهم في هذه الأوقات الحساسة. وأنتم تحاولون القيام بذلك، أكيد أن الصور تصل جزئيا إلى المواطن الأمريكي، وأيضا تصريحاتكم وتقاريركم، يعني مثلا المفوض العام للأونروا اليوم فيليب لازاريني يقول بأنه ما يحدث في غزة هو كارثة إنسانية عظمى. هذه التصريحات، تقاريركم والصور التي تأتي من غزة، هل تؤثر بطريقة أو بأخرى في الرأي العام الأمريكي، بحيث يتعاطف أو يتفهم على الأقل المأساة التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة؟ نعم نعم بالطبع، إن الأمريكيين يهتمون بشكل كبير ويتعاطفون مع الأزمة في غزة ومع كل أزمة وأشخاص يعانون من المجاعة ومن ظروف إنسانية صعبة للغاية مثل التي يقاسيها الشعب الفلسطيني في غزة. الكثير ممن عملت معهم وتفاعلت معهم في حياتي اليومية كإنسانة كأم هم قلقون للغاية حيال هذا الوضع. إذا من الأساسي أن يستمر الأمريكيون في رؤية ما يجري حقيقة على الأرض في غزة. وفي هذه المرحلة نعرف أن نصف السكان 1.1 مليون شخص يعيشون مستويات خطيرة من الجوع المفرط، وهذا أعلى رقم للأشخاص يعانون من مجاعة منذ عام 2004، منذ إعلان أو المرحلة المدمجة من حيث قياس انعدام الأمن الغذائي في العالم، ولم نشهد على هذا الرقم المثير الذي نشهده الآن في غزة. نحن أيضا نشهد، وقد سمعنا من اليونيسف أن 1000 طفل فلسطيني قطع أو اضطر إلى أن تبتر طرف له، لا سيما من دون بنج أو من دون مخدر، و 64% من المستشفيات خرجت عن الخدمة في غزة حاليا، و 17,000 من الأطفال أصبحوا أيتاما من دون أحد يعيلهم. ومن المهم للغاية أن نستمر في إخبار العالم ما يجري حقيقة، وأن ننادي لدعم إنساني أكثر بكثير ليصل إلى غزة في هذا المفصل الهام للغاية. في منظمتكم كيف تقرؤون، كيف تنظرون إلى الموقف الرسمي للبيت الأبيض للإدارة الأمريكية في غياب الضغط الحقيقي والفعلي المؤثر للإدارة الأمريكية على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتجاه الجانب الإنساني، ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بالسبل والطرق الناجعة التي قد تغير فعلا من الواقع المأساوي لسكان قطاع غزة، وليس بتلك الطرق التي تطرحها سواء الولايات المتحدة أو إسرائيل من جسور مائية ومسارات مائية وما شابه ذلك، التي ثبتت بأنها غير ناجعة فعليا. ما هو أساسي للغاية الآن هو وقف إطلاق نار، وقف إطلاق نار إنساني نحتاجه، ونحتاج إلى أكبر عدد من المساعدات والموارد لأن تدخل إلى غزة لتخفيف المجاعة ولمعالجة الإصابات والصدمات التي تقاسيها العائلات والأطفال، لا سيما في هذه الأوقات العصيبة ولا سيما في شهر رمضان. لذلك نحن نناشد
العالم لأن يلتزم بوقف إطلاق نار إنساني، وأيضا نحن نطالب بإمدادات كاملة لتدخل إلى غزة. هذه الطريقة الأمثل والأنجع لإيصال المساعدات إلى غزة، وهي عبر الشاحنات. ثمة عدد كبير من الشاحنات عبر معبرين أو واقفة على معبرين، معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح، تنتظر لأن يتم إدخالها الوسائل الأخرى كالإنزال الجوي أو الوسائل المكلفة للغاية التي كرصيف الذي يبنى، ليست الوسائل الأنجع لإيصال المساعدات لأكبر عدد محتاج في غزة. ثمة أكثر من 1 مليون شخص في رفح الآن، في أكثر من 150 مقر للأونروا أو ملاذ للأونروا، يحتاجون إلى هذه المساعدات وإلى هذه الإمدادات لكي تدخل عبر هذين المعبرين. أتفهم تأكيدك على الضرورة الملحة لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، ولكن تركيزي في السؤال كان على موقفكم باعتباركم لجنة موجودة في الولايات المتحدة لدعم الأونروا، موقفكم وقراءتكم للسياسة الرسمية الأمريكية تجاه إسرائيل بعدم الضغط عليها بضرورة أو إجبارها على ضرورة السماح بإدخال المساعدات، وأيضا إجبارها أو الضغط عليها بضرورة وقف إطلاق النار، رأيكم في سياسة بايدن؟ نعم، نحن كمنظمة إنسانية كما ذكرت مسبقا إن دورنا يكمن في زيادة التوعية حول الحاجات المتردية والحاجات الكارثية على الأرض، وحشد الدعم والرأي الأمريكي لهذا الشعب الذي يحتاجه. ولذلك أنا هنا اليوم لأركز على كيفية إفهام أكبر عدد ممكن من الأشخاص بأهمية وقف إطلاق نار فوري أو إنساني وإيصال المساعدات عبر المعبرين. كل شكر لك سيدة مارا كورنفيلد، المديرة التنفيذية للجنة القومية الأمريكية للأونروا من واشنطن.